فعاليات المجتمع المدني المحلي والوطني. المرصد الوطني للمجتمع المدني وفي إطار برنامجه المتمثل في منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، تم اليوم برمجة زيارة لولاية أولا جلال، وكان في استقباله السيد والي ولاية ووفد من المسؤولين المحليين وبحضور ممثلي جمعيات المجتمع المدني في الولاية. هذا البرنامج اللي سطروا المرصد الوطني بناء على توصيات السيد رئيس الجمهورية من خلال لقائه مع السادة الولات من أجل إيجاد فضاء من التحاور والتشاور مع كل فعاليات المجتمع المدني، فبالتالي اليوم ترقية أداء المجتمع المدني وأخلاقة دور المجتمع المدني ومأسسة دور المجتمع المدني، هذه المصطلحات هذه اللي لازم اليوم المجتمع المدني يفهم باللي القاطرة تاع الدولة الجزائرية فيما يخص التنمية راهي تسير، هو يعتبر من بين الأركان الأساسية في هذه القاطرة تاع التنمية. جمعيات متعددة المجالات كانت حاضرة بقوة لتثري الحوار وتسمع صوتها بكل شفافية. نثمن هذه الفكرة الرائعة في إدراج المجتمع المدني، ولكن بشرط أن تكون تشاركية الحقيقية، لكن إذا كانت تشاركية ديمقراطية محسوبة بكل التفاصيل سنحقق مجتمعا بناء بأفكار وتناسق وانسجام دون إقصاء أي فئة من المجتمع. نتفائل جدا بافتتاح منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية لولاية أولا جلال، وذلك كونه سيفتح أبواب كثيرة أمام الفواعل الاجتماعية عموما لتحقيق الهدف المنشود وهو التنمية المحلية داخل ولاية أولا جلال. يشرفنا الحضور هنا باسم جمعية التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة. احنا الان في المنتدى المجتمع المدني. منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية برنامج واعد يثمنه الفاعلون ويتفاءلون بنجاحه.